إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء، أرحبكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنئة مباركة وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، قمت أمامكم لأن ألقي كلمة وجيزة مهمة حول موضوع المسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها. أيها الإخوة الأفاضل، يعلم رحمكم الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أخيرا أقول لكم إن هذه المسائل الأربعة التي يجب على المسلم تعلمها هي مهمة جدا في الحياة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامية، فعلينا أن نتعلمها ونحفظها جميعا في أسرع وقت ممكن. والله ولي التوفيق. وأكيد الحمد لله رب العالمين. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.